الحسابات نظرا الى تاريخ التاسيس الذي يعود الى القرن ال11 وبالضبط عندما قرر السلطه الماليه الابويه بناء اول نواه الاداره القانونيه كان ذلك سنه 750 دولار، ولكن كانت النواه الاولى في قلب مسجد قانوني مناسب لهذه. ونفذ هذا القضاء وقضى يعود الى الحكم العلوي مدفوعنا محمد الخامس الذي بنى الجامعه سنه 1940. ومن في ذلك 1940 اصبح المكتبه منفصله عن الجزيره. ميزه المكتبه لان هناك شيدت في مكتبات ومكتبات في التاريخ، ولكن ميزه هذه المكتبه انها منذ تشييدها او بنائها بقيت مفتوحه يعني مؤديه لمهامها. ونظرا للاهميه لان هذه المكتبه عندها لديها عنايه خاصه سلاطين الدوله الذين مروا على حكم المغرب كانوا كلما احتاجت خزانة إلى ترميمات وتوسيعات كانوا لا يترددون في بنائها أو تجديدها وإعادة الترميمات. والمكتبة أيضا مهمة بالنظر إلى الرصيد المخطوطات المحفوظة في هذه المكتبة والمخطوطات كل من يشارك في هذا في تحقيق التراث خصوصا المحققين التراث يعرفون قيمة هذه المخطوطات أصالتها وندرتها، وفي بعض الأحيان قد لا نجد نسخا إلا في اللفن. إن شاء الله الآن مختلفة، وإن كانت هذه هو العلوم الشرعية ولكن كل العلوم ممثلة، ولكن الغالب هو العلوم الشرعية. هذا مثلا المصحف الكريم. نسخة تعود إلى القرن التاسع. مكتوب على الرق. جيد. حجازي. هجري. ميلادي. ميلادي. الثالث هذا. 11 قرن هذا عنده تقريبا. سبحان الله. الثالث الهجري، هنا كاين قطعة ثاني بحاله في تركيا طريف منه. جزء منه. طريف في إيران. وهذاك اللي في تركيا هو اللي مغرخ. هو اللي اعتمدوا عليه باش هذا البيان التحصيل. هذا الفلسفة الأندلس هذا. هذا الفقه. هذا الفقه. الفقه راه كاين فقيه. الوالد الفقيه كاين. هذا الجد. أنا نبداو بالجد باش التراتبية. هذا 720 للهجرة. 720 للهجرة. نسخة. نسخة. هو أيضا مكتوب على رق الغزال. يعني كان إبداع في ذلك الزمان كانت يعني اللي تعجبنا على أوروبا اللي كانت يعني خارج التاريخ كان إبداع. أوروبا بدات من هنا. بدات كانت. الأندلسي. كتابة جيدة جدا يعني. الأندلسي رقيق وجميل. جميل. غريب انه كيف كتبوها بهذا الحجم بهذا الحجم الصغير بهذا الدقه يعني حتى ما في ولا خطا ما في ولا عجاج النسخ كان علماء بحال مثلا هذا الصنهاجي هذا العالم اللي نسخه الصنهاجي عالم فاتي معروف في كتب التراث هذه الكلمات الكبيره ايضا من اصغر المخطوطه؟ نعم كل شيء كل شيء هذا هو اللي باش هذا ما يسمى في الكمبيوتر كرا سيليني يعني كان يعملوها لهذا الغرض معناته حق الكمبيوتر ديزاين اخذوا الفكره من هنا سبحان الله حتى عدد اصغر حتى اذا نسي شيء لاحظ اذا نسي شيء هذا خط مغربي يعني 20 جزء هذا حول ال 20 جزء اكيد هذا اربع صفحات من هذا 365 غزال 365 غزال عشان تكتب غزال كل صفحه غزال اصلا هي نسخه سلطانيه نسخه سلطانيه دوز دوز هذا تشوف له الشكل هذا هو الزخرف الالوان هذا نفس الزخرفه اللي في المصحف شوف شوف الزخرفه الزخرفه عند بدء فصل جديد او كتاب جديد كتاب لانه هو اصلا كتاب في الاجتهاد والذبائح الصيد والذبائح كتاب عبد الرحمن القاسم كتابي القبلة شوف اسمح لي مثلا خط المغربي القاف القاف نقطة واحدة من فوق والفاء نقطة من تحت اه القاسم تكون نقطة واحدة
القبلة أيضا نقطة. كأن الرجل لم يقف لم أنه منذ البداية للنهاية وهو استقر أكثر من عامين باش يساعد النسخ ديالو ورغم ذلك يقول القلم ديالو ما بعد ما هي الآن لم تعالج. أنتم أدخلتم عليها بعض هذاك خايل هذاك الخايل هذاك الترميم سيء هذاك. أنا الآن أريد طريقة الترميم الحديث هذاك أضيف في وقت قديم هذاك النعمة اللي صار ترميم تقليدي كان مرمم الكتب هو الذي رمم يعني ما كان ملي سالم الكتاب ديالو كتب مقدمه هذه ديوان العبار في المبتدا والخبر في ايام العجم والعربي والبربر ومن عصر من ذوي السلطه اكبر اكبر ما زلت اذكر هذه العباره ان شاء الله وتم اختيار صورات عالمي هذا في هذه النسخه الوحيده شاركنا بها في هذه النسخة الوحيدة المكتوبة بخط التي اختيرت كتراث انسان هذه لكن في نسخ ثانية هذه نسخة طلع عليها ابن خلدون ولذلك كتب انه انا اطلعت عليها واكرر صحتها هذا فقط جزء الخامس هو فيه يا سلام ضروري هذا الجزء لديكم ثروة ما شاء الله نسخة يتيمة وحيدة في العالم نسخة لابن طفيل كالطفل وبالرجل القرن الثاني عشر على الموحدين مكتوب الطب الشعر عمل الطب الشعر دوره التدوين الشعري يعني الرجس والنحوية هذا كان يدرس في القرويين لا اقرا لي باب في داء الثعلب بدا الثعلب لهذا الداء لهذا الداء اعلم سببه فقد يكون قد يكون من دامين غلبة قد غلبة والبلغم الغالب أيضا سببه يوجد هذا يغلبه يعني هنا تشخيص للدواء يصف الدواء كان يصف الدواء مسلوك رجيلا من زمن الشفرة أول حديث حرمات يكون من صفرة بالامتراء بلحت بالامتراء بلامتراء بلامتراء بلا شك أو تعفن الأربعة أخلاطي إذا انتهى من حدها إفراطه فإن رأيت العضو حمرة دائرة أو كان فيه صفرة وكان في جسم الثعلب ما شاء الله يعطيك دواء من الدواء وبعدين ينزل لأن يصف الدواء دواء يصف الحجامة أول دواء دواء يصف لك الدواء صحيح أشوف الحجامة نعم هذه واحدة من الخطوات الأربع التي استخدمها المسلمون أيام العباسيين لنقل الحضارة من العلوم والأخرى ترجمة وثانيا التعليق على الترجمة وثالثا المناقشة وبعد ذلك التأليف سنعود سنعود إن شاء الله إن شاء الله أنا متفائل يعني مهما أخفقت الدول العربية والإسلامية للناس إن شاء الله إن شاء الله ما يمكنكم أن تتخيل كم كتب المخصصين هذه الهوامش ألفوا فيها المقالات في فلسة في الهوامش فقط في هذه باعتبار صحيح ولكن أغلبهم أجانب عندهم قنوير بالنسبة للأوروبيين أيوة يعرفون مقامه يعني قنوير يعني قنوير هو أكثر من درس للأسف الشديد معاناة العلماء هنا يكفي لا طبعا مغربي ما الذهب والالوان شبه النقوش الايرانيه العراقيه شوف هذا باليد
كل شيء بسيط. شوف هذا الدقة العجيبة، فنانين ومبدعين. شوف هذا الدقة، الآن الكمبيوتر ما يعمل هذا. الكمبيوتر يستفيد منها. ولا خطأ، ولا خطأ. يا سلام. في الأذكار أيضا غاية في النعل النبوي أن يتبركون به يرسلون النعل الأشعار الأماكن التي تشد لها الرحال. الحمد لله كل من يستعمل قلت لك سابقا على التراث أكيد مرة مثل الخزان عبر العالم لا يمكن للإنسان المتخصص في تحقيق المخطوطات إلا لا يعرف الخزان الخزاني يعرفها أكثر من هنيئاً لكم. هنيئاً لكم. هنيئاً لكم. وبالتالي هنيئاً لنا بكم. الله يبارك. الله يبارك. ما شاء الله. وجودنا بحد ذاته في هذه الخزانة هو هدية لكم. فأنتم أيضا أكرمتمونا فوق الكرم كرما آخر. حفظكم الله. بارك زي 5 سنوات دروس للعلوم الإنسانية واللغات الأجنبية ولغات الديانات تدرس بهذه القاعة وبقاعة أخرى بالمدرسة المحمدية المجاورة، وتدرس العلوم الشرعية بالمسجد على الطريقة التقليدية. على طريقة الحلقة. نعم.